منتخب مصر على يمينك، وهنشوف بقى الفكر بتاع مستر برادلي في الكوبشة المتحركة اللي هتبقى في قدامنا. والصورة راحت، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. جت تاني بالنسبة لهم ده هيرفي، هيرفي ندلعه بهيرفي، بس تتلعب الكرة عرضية بره الملعب اهو. لجمهورية افريقيا الوسطى اللي ما عندهاش حاجة تبكي عليها، ولازم ناخد بالنا احنا عندنا حاجات كتيرة نبكي عليها. بنلعب على ملعبنا وبعدين ماشيين كويس، فيه وزع حلو قوي يمين وشمال، ما فيهاش حاجه خالص. يا راجل جنبك اهو يلعبها له وعينه فيها زيدان وتروح الكوره. على فكره زيدان عنده مشكله لما يمرر يبقى عينه في الكوره. النني لابوتريكا اهو، لحسني اهو انطلاقات اهو، بص انطلاق. يا سلام، كويس كويس قوي قوي. الله، شفتم واقفين نايمين ازاي، مش مصدقين ان محمد صلاح هيلحقها. وادي اول كوره سريعه، هاتوا خد تتلعب، ترد له مره ثانيه زيدان. بقول لحضراتكم بيتمرن متاخر او بينطلق برده نفس الكوره، لو بره جون. يا سلام يا سلام، ادي زيدان. بقول لكم زيدان يستلم مش يسلم، ادي على طول كده بعد صحوه، بعد 9 دقائق تقريبا هدف اكيد، وبيركع الحضري ركعته المعهوده. انما لازال محمد صلاح هو الورقه الرابحه بتاعتنا، ولازال زيدان هو الولد المنطلق بتاعنا. و1-0 لمصر. بصوا انطلاقات محمد صلاح وعلى طول انطلاقات زيدان، وهدف جميل جميل جميل. طبعا محمد صلاح خاف ان هو ايه، ادي ابو تريكه، مش هقول لكم هو اللي هيمشي الناس دي كلها. جمله حلوه 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 لمنتخب مصر، محمد زيدان 1-0 لا شيء. جمهوريه افريقيا الوسطى هيفتحوا بقى ولا هيفضلوا قافلين؟ هنشوف. نكون رايحين في نزهه كرويه، لازم ناخد بالنا. وخدوا بالكم، لسه بقول لكم، لسه بقول لكم لازم ناخد بالنا. انما بقى العمدة دفاعيا من الانطلاقات ديت اللي دايما تطلعنا بدري بدري مع الفرق الصغيره. لازم حجازي وفتح الله ياخدوا بالهم جدا. رقم هيلر رب، والعكسيه الحلوه هناك عند التمساح، يلمها عبد الشافي، وعبد الشافي يلعب للتمساح. ايوه، تصويبه وضربه مرمى لجمهوريه افريقيا الوسطى. على طول ابو تريك، يا سلام، حلوه قوي قوي. احمد تمساح يا ولد، بص بقى بره زي بتاعت ابو تريكا، انما متغطيه. لعيب كويس قوي وبدا يتحرك كويس قوي، وبدا الراجل يعتمد عليه كويس قوي، اللي هو اهو احمد تمساح. يطلعها على طول كايتا وتنزل مره ثانيه، و معفر على الكورة كده مع بريس، ياخدها بريس وتنزل نص ملعب. أنا خايف من نص ملعبنا وخايف من الانطلاقات، هو اللي فرد على الخط. وأدي حجازي أهو، وبرده نفس الشيء. أدي محمدي أهو اللي إحنا بنتكلم عليه، بيشيل من الكورة العرضية حتة حلوة قوي ويلعبها. إنما مين هنا مين هنا مين هنا، ناخدها مرة تانية. أحمد واتنين تروح لمانجا مرة تانية، واستقبال فيها نوع من العفرطة كده على طول. مانجا عكسيه هناك بعقل كده محمدي لعصام الحضري. لازال عصام الحضري عامل زي مدرب، زي حارس مرمى اسبانيا امبارح في المباراه، تلج سيميرات على طول لمانسي، وانسي يلعبها لفرانكلين، فرانكلين فرانكلين والبين. يا سلام على الاوفسايد، يا سلام. الاثنين دول بقى يعني لازم مستر برادلي يجيبهم الاثنين. تعالوا مين هم الاثنين، حجازي على طول فرانكلين، وادي دية، وادي رايه وصفاره وحزاري. لسه بقول لحضراتكم، يا ساتر يا رب، لسه بقول لحضراتكم، يمكن الله زمان ما يشيلش. ادي هيلر اهو اللي قاعد يعني رقم 7 هيلر، ولسه بقول لحضراتكم يا جماعه خلي بالكم. وادي زكي قام اهو، هيلر في الدقيقه، هنشوف الدقيقه كام. مش اوفسايد الصراحه، مش اوفسايد يا بحق ربنا، مش اوفسايد. في حضري قايم طالع رايح، المهم بص بص بص، لازم حضري كان يخش، انما لعبها لنفسه. هيلر جامد قوي، هيلر حلو قوي، هيلر اهو حضري داخل، مش الحضري بتاع زمان، انما كورة انفراد. وادي هيلر في الدقيقة 26 من زمن الشوط الاول، تتعادل يعني. وانطلاقه من هيلر، انطلاقه هو بيرجعوا بيقعد يشوط وشاط، وربنا ستر. في كده في الدنيا ناس، واحد يخش والتاني يغطيه. ادي هيلر اهو اللي احنا مش جده، هو قاعد بس خلي بالكم برده جده كان بيضيع كده، انما برده هو كان في منطقه ال 18 بيقدر يخلص. احنا منطقه 18 ما فيهاش،
وبالتالي بيتأخروا الناس في الانطلاق. ادي رقم 5 انزل، وهنشوف الانذار لمين، هنشوف لمين الانذار بيناديله، وهم كلهم شبه بعض بيلخبطوه، يمكن يدوا واحد تاني، هنشوف ايه الحكايه، انما هو حاطط عينه عليه مش هيسيبه. هنشوف ايه بالظبط، فين العم اللي هو بيدور على وكارت احمر. اه شكلها اول وواحد واحد وضربه حره مباشره، و ديفيد مانجا واقف على الكوره اهو، ديفيد مانجا وتصويبه وضربه مرمى. انزا يطلعها على طول اماميه هناك، محمد صلاح يلم محمد صلاح ومعاه مناسي ويعدي زيدان، وزيدان وضربه ركنيه، ضربه ركنيه لمنتخب. هل هتصلح له ولا ايه بالظبط؟ وعلى طول فوتها لهيلر، وهيلر عرضيه كمان بيقسموا علينا، انما برافو عبد الشافي، يعني احمد تمساح يحط ما قداموش غير كده الصراحه، يعني لازم حد بيلومه، هو الراجل كتر خير خيره دخل وطلع الكوره، واهو الراجل ادي زيدان اهو بقول لحضراتكم زيدان عاوز يعمل هاتو خد وعمل وراح، ولو لمسه اوه يا راجل، يا الله يا ابو تريكه يا ابو تريكه، انما خلاص بدات الامور، وعلى طول هاتو خد، وعلى طول تتقطع تتقطع ديفيد مانجا، على طول مانجا مانجا ويعدي وتخبط في الحكم شكرا، وعلى طول بوش رجله الخارجي حلوه قوي قوي قوي، هدف تاني من بتوع زمان، الله من بتوع زمان يعني من بتوع غينيا. ادي على طول محمد صلاح يحط هدف جميل جدا، محمد صلاح شفت الكره السريعه لما تتلعب واخدها من نني على فكره، هنشوف ادي اهو محمد صلاح هدف جميل جدا، بصوا قاموا جنب مستر برادلي كانوا سايبينه يا عيني في الشوط الاول كله قاعد على الدكه، اول 2 مصر 1 جمهوريه افريقيا الوسطى اهو بيجيد الحته دي هو، ويا سلام يا سلام، حلوه 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 حلوه، كربون من مباراه غينيا اللي فاتت على طول، وكان كتاب محمد صلاح هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، واربع دقايق من زمن الشوط نفس اللعبه ومش اوفسايد من فوقيه بقى، يا راجل يا راجل يا راجل حرام يعني حرام، هو راح وبعدين هنا الفلسفه بقى بتاعت اللعيب لعبها لوب، انما عاوز بقى ايه، عاوز الفلسفه، وبعدين يعني اعتقد انا لو مدربه اغرمه بصراحه ربنا، لان هدف زي كده يطلعنا يعني مباراه ذهاب وعوده يعني يبقى حاجه كويسه، فما تعكروش صف هذه العرس الديمقراطيه مهما كان مهما كانت، والفرص متساويه ما بين هنا وبين هنا، وادي الراجل واللي هيجي هيكون رئيس للجميع، وعم جيف ايده في الالومنيوم، وطبعا يعني مش عاجبه ايه بالظبط اهو، الله 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 ده كلاي محمد علي كلاي، ماله الراجل ده هو، وبصوا ده مش ممكن، طخ طخ مش ممكن يا جماعه، بصوا انتوا بتلعبوا فرق غريبه يعني، وعلى طول اماميه بتقف ايه يا راجل، بتقف ايه يا عم، اهو بص بقى الحاجه، انت بتقف ليه يعني، حتى لما بقف انا اعمل حساب ان الحكم مش هيصفر اجري تاني يعني، يا ريت نشوفها. ادي على طول ريمارك وياخد استلم الكره على طول مانجا، والعرضيه ويمسكها على طول عصام الحضري، طايه وصفاره وضربه حره غير مباشره، بس حذاري 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 من ان هي تقع. ادي جده على طول اهو، هيطلع زيدان 100% او تمساح، هنشوف ايه بالظبط، هيطلع زيدان طبعا، زيدان طلع ونزل جده، جده رقم 15 نزل، الانطلاقات اللي بقول عليها اهو، وحاسب يا راجل حاسب يا راجل حاسب يا راجل حاسب يا راجل، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، اتصعبت كتيرة قوي قوي قوي، اتصعبت كتيرة قوي قوي قوي. هيلر يعني برضو هيلر رقم 7 تقريبا اهو، هنشوف الكورة اهي هنا بتزق ايه، والراجل فوتها، طب ارجع بقى اهو، يا راح ما ضغطش فتح الله برضو، وطبعا الحضري ما يقدرش يعمل فيها حاجة ابدا اهو، على طول من الاول الراجل سابهالنا، وبعدين هيلر رقم 7 جاب الهدف الثاني ايضا، يبقى 2-2 هيلر
لعيب كويس قوي، انما هما بيعملوا الهجمه المرتده حلوه قوي قوي قوي. هيلر رقم 7 اهو زي ما حضرتك شايفين، واتنين اتنين منتهى، مراته بتبقى مؤثره الصراحه. انما يصطاد على طول كيمو لمانجا ويشوت مانجا رقم 13 وتنزل ابو تريكه. السرعه مطلوبه هنا، الضغط هو جامد. تتلعب من جده لاحمد فتحي لحسني وحسني لعبد الشافي، يلم عبد الشافي وجنبه احمد تمساح لعبد الشافي، لو شال بقى ممكن تيجي منها حاجه دي. مين هنا جده؟ انما ما حدش بيخش يطلعها على طول. انزل تنزل الكره حدود منطقه 18 مره ثانيه. اللي فارق معانا هم افضل في الانقضاض وافضل في الهجمات المرتده، ويلعبها في وسط 100 وياخدها هات وخد وهدف ثالث. مش ممكن اللي بيحصل ده، هوت مش ممكن. ثلاثه ادي هيلر برضو، هو هيلر. معقوله هيلر يلعبنا لوحده؟ معقوله؟ هنشوف الكره. بصوا معايا في الاعاده الراجل ماشي، محدش بيضغط، ودي مشكله من بدايه المباراه. ادي 10 فوكسي، وهنشوف بالظبط الكوره وهي بتتعاد اهو. هاتوا خد مع هيلر لا ابدا، مع مانجا تقريبا رقم 13. على طول فوكسي عمل يرجعها لحسني، وحسني على طول لعبد الشافي. شيل يا راجل، فين جده بقى؟ في هنا. وجده ضربه راس كده وضربه مرمى ينتهوا عند احمد فتحي، ينشن في مناسي، تتخطف الكره مره ثانيه، وحسني لاحمد فتحي، وحلوه حلوه حلوه حلوه، انما يطلعها بريس. حجازي طالع وهجمات عنتريه كده، ودفاع من جمهوريه افريقيا، وممكن التعادل على الاقل يعني. الوسط سيطرة مصرية بلا خطورة، وتلاتة جمهورية افريقيا الوسطى، اتنين منتخب مصر، وعبد الشافي عبد الشافي يلم ويتضغط عليه، يلعبها بالعرض هناك، يخش بريس ويطلعها. ولسه كنت بقول لكم لعيب موظف، لازم اي حد قريب منه يقول له الكلام ده، لازم انت تتألق ولازم تتحرك ولازم تستر. وتلاتة جمهورية افريقيا، اتنين منتخب مصر، وانا اعتقد ان احنا ممكن نجيب هدف التعادل لو اعتنينا شوية، بس حذاري من ان احنا نضغط ب 500. جرب حظه يمسكها على طول جيفري، هات وخده، مفيش اوف سايد، ونفس المشوار وبيريح برضو. وادي كورة تروح في ايد عصام الحضر. صلاح في الشوط الثاني تماما اهو بيرد عليا، يقول انا اهو لاحمد فتحي، عاوز يشيل من هنا رجليه جامده، انما ممكن الكره دي بيتحرجم على حاجه. حسني عبد ربه تتخطف من حسني، وعلى طول اماميه هناك. بص منظر الملعب، انت ضاغط بكل فرقتك وانت زياده عددا، وهم كلهم ورا وهم ناقصين واحد منذ الدقيقه 34. وحظه بقى، وجرب وضربه مرمى. لازم بقى نشكر الناس اللي تعبوا معانا. اتكلموا عن برادلي واهم ملامح برادلي التكتيكيه، قال لي على اللي حصل تحضيره تاني ابو تريكه تاني يا ولد يسجل زيزو. هي دي اللي بقول لحضراتكم عليها، عملها حسني عبد ربه للمحمدي، وعملها ابو تريكه دلوقتي لمحمد صلاح، وعملها زيدان ايضا لمحمد صلاح في مباراه غينيا. جماعيه جميله، شكل كويس، مهاره كويسه، لعب بسيط، لعب سهل، هدف جميل يتقدم به زيدان بعد 10 دقائق من البدايه. برافو برافو محمد صلاح، عنده تعاون كويس. راحت على يمينه، لكن باصص وشايف هنا الفنان ابو تريكه عامل باص جميل قوي قوي قوي. ابو تريكه عامل باص يتناسب مع المسافه، وسرعه الكره تتناسب مع المسافه، وزاويه الكره تتناسب مع المساحه. ادراك عالي جدا وادراك حسي من ابو تريكه في الباص. ثم زعلان محمد زعلان ضياء السيد، ادي الكره من انفراد عصام الحضري، وانفراد، وهدف التعادل عشان كده كان زعلان ضياء السيد، وكان قلبه حاسس. باص مقطوع من زيدان، حاول، ولكن العمق الهجومي اللي قلت لحضراتكم عليه وحذرت منه كتير
من هيلر مومي رقم 7 صاحب ال 22 سنة، عمل 3 محاولات جاب منها واحدة هدف. وقف عبد الشافي في وقت ما كان يجب انه يقف لان ما كانش الراجل الحقيقة في موقف التسلل، وبالتالي انفراد. رأس عصام الحضري يسجل هدف التعادل ليزيد المباراة صعوبة، يزيد المباراة صعوبة. كنا كسبانين 1-0 وعايزين التاني والتالت، اصبحت 1-1. مهم جدا ان يجي دلوقتي التاني والتالت، وفرحة كبيرة للمهاجم مومي مهاجم فريق افريقيا الوسطى. خطأ كبير جدا من زيدان، ده اللي كان غضبان وزعلان منه جدا جدا ضياء، اهو زعلان لما كان واقف كان زعل من زيدان انها اتقطعت بهذا الشكل. وزيدان مهاجم لازم لما يرجع لورا، زيدان لازم كتير، مش عايزين نضغط قوي على اللاعبين في اي اخطاء. الحكم عمل لنا باص جميل، فرصه انفراد محمد صلاح. يلا محمد، يلا محمد، يا ولد يا ولد، على طريقته الخاصه دي، طريقه ماركه محمد صلاح، طريقته الخاصه من اقدام الحكم الجزائري جمال حيمودي. حكم يعمل باص جميل قوي قوي لاحمد فتحي بدون قصد طبعا، يديها لمحمد صلاح اللي انطلق وحول نفسه من حاله دفاع لحاله هجوم بشكل كويس. هدف مبكر يعيد للاعبين الثقه، يعيد لهم الطمانينه، يعيد الينا ايضا كمشاهدين ومتابعين الثقه. برافو محمد صلاح، خدها لجوه عشان يوسع لنفسه زاويه اللعب وتروح على رجله الشمال، حطها الحقيقه بالتخصص. سجل مع المنتخب الاولمبي وديا ورسميا، وسجل مع منتخب مصر هدف الانتصار الغالي 3-2 في الوقت والزمن الاخير الحقيقه من لقاء 4-2 على كوت ديفوار في مصر، وعظمه عصام الحضري في ذلك الوقت في مواجهه دروجبا وبكاري كوني. خلي بالكم بالتحول الدفاعي الهجوم، وبعدين يا شباب، وبعدين يا شباب، خلي بالك يا حجازي، خلي بالك يا حجازي، الحمد لله. لا 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 لا، هدف ثاني، هدف تاني لصالح منتخب افريقيا الوسطى، لتصبح النتيجة التعادل 2-2. مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، تواضع في اداء اللاعبين، ترهل في الاداء. قلت لحضراتكم محتاجين نغير 7-8 لاعبين، فريق كان تصنيفه 200 من سنتين اصبح تصنيفه 93. حاولنا، كان في شك في ضربة جزاء، ومع ذلك شوف الرشاق اللي عند اللعيب، قام ومر وعدى وسجل، وهدف تاني لصالح منتخب افريقيا الوسطى. شوف الاصرار، هو ده الاصرار اللي بنقول لحضراتكم عليه. لعيب واقع على الارض ومع ذلك هو اللي قام، هو اللي اسرع، هو اللي اقوى، هو اللي اقرب ليسجل رقم 7 هيلر مومي هدف تاني لصالح المنتخب افريقيا الوسطى. 2-2 الفريق اللي فاز على الجزائر 2-0، الفريق اللي كان هيحرم المغرب فرق القاره الافريقيه تاني من جديد. لعيب الموهوب جدا جدا رقم 13 عجبني قوي، مانجا مانجا مانجا. لا 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 لا، مش ممكن، مش ممكن، لا 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 لا، ده كابوس، ده كابوس. هدف ثالث 3-2، 3-2. بقول لك احترامهم مش كبير، احنا ما فيش احترام ليهم بالشكل المناسب، ما فيش احترام بالشكل المناسب. برضو مومي هيلر مومي بينفرد بشكل كويس بعد اداء راقي من ايتا بوما واختراق اكتر من ممتاز. وبرادلي الحقيقه بتفاجئ زي ما احنا بنتفاجئ بهذا الاداء وهذا العرض وهذه الشوارع الخلفيه. عارفين الشوارع الخلفيه؟ شوارع خلفيه بتمشوا كانهم بتمشوا على الكورنيش، حبيناكوا وقفنا معاكوا ودعلنا لكم، لكن لا 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 لا، في حاجات غلط، مش حاجه غلط، في حاجات غلط. 3-2 لصالح افريقيا الوسطى. مباراه العوده هتكون نهايه هذا الشهر، مصر مطالبه هناك بالفوز، مش 1-0، ده 1-0 لا يكفي. هل نخرج من جديد من التصفيات التمهيدية؟ معقولة؟ غريبة تانية كرة أحوالك